السلام عليكم. الآن في هذه الحصة سنتطرق إلى تمرين خاص بدراسة دالة الهدلول المتعلقة بالمستوى جذع مشترك علوم. إذن نعتبر الدالة العددية للمتغير الحقيقي x المعرفة بما يلي الجد لx يساوي x على x ناقص 1. سي دو جي منحناها في معلم متعامل منظم. السؤال الأول يتعلق بتحديد مجموعة تعريف الدالة الجي. السؤال الثاني بدراسة تغيرات الدالة الجي ثم الاهتمام بجدول تغيراتها. تحديد نقط تقاطع سي دو جي مع محوري المعلم. إنشاء منحنى الدالة جي. السؤال الخامس نعتبر دالة معرفة بهذا الشكل f دو x تساوي القيمة المطلقة لx على القيمة المطلقة لx ناقص 1. يتعلق السؤال الألف بتحديد مجموعة تعريف الدالة f ثم الإثبات على أنها دالة زوجية. ب نتحقق بأن f لx تساوي g لx لكل x من r زائد. السؤال الأخير يتعلق بإنشاء منحنى الدالة f الدالة الجديدة التي لدينا في نفس المعلم المتعامد المنظم او اي جي. اذا نبتدئ. السؤال الاول هو تحديد مجموعة تعريف الدالة جي. لدينا ببساطة دالة يعني جذرية معرفة على شكل ا على بي. لدينا دي دو جي يساوي هي ماذا؟ مجموعة الاعداد الحقيقية بحيث ماذا؟ بحيث المقام يخالف صفر. اكس ناقص واحد يخالف صفر. إذن هي ماذا؟ إذن دي دو جي تساوي مجموعة الأعداد الحقيقية بحيث x يخالف واحد. يعني مجموعة تعريف ماذا؟ يعني يمكن حساب جميع صور جميع الأعداد الحقيقية باستثناء العدد واحد. إذن هي R المجموعة R محرومة من العدد واحد، أي أنه لا يمكن حساب صورة العدد واحد، ويمكن كتابة هذه المجموعة على شكل اتحاد مجالين. المجال الأول ناقص ما لا نهاية واحد مجال مفتوح، اتحاد المجال المفتوح واحد زائد ما لا نهاية. الآن نكون قد حددنا مجموعة تعريف الدالة جي. السؤال الثاني أدرس تغيرات الدالة جي ثم ضع جدول تغيراتها. إذن السؤال الثاني يتعلق بماذا؟ يتعلق بدراسة تغيرات الدالة جي. دراسة تغيرات الدالة جي ثم أكيد نضع جدول تغيراتها. إذن أولا نقوم بماذا؟ نقوم بحساب المحددة دي. لدينا ماذا؟ احنا لتحديد رأينا في الدرس أنه لتحديد تغير الدالة دالة الهدلول المعرفة التي تكتب على شكل AX زائد B على CX زائد D نقوم من بين طرق أننا نحسب المحددة D. إذن A يساوي 1 B يساوي 0 C يساوي 1 و D يساوي ناقص 1. إذن 1 في ناقص 1 ناقص 1 ناقص 1 في 0 يساوي صفر. إذن العدد يساوي ناقص واحد. العدد يساوي ناقص واحد فهو أصغر قطعا من صفر. إذن ماذا؟ إذن الدالة جي تناقصية قطعا على R محروم من ماذا؟ على مجموعة تعريفها. رأينا أنه إذا كان إذا كانت المحددة عدد سالب قلت من بين الطرق فإن الدالة جي تناقصية قطعا. ثم الآن سنضع جدول تغيراتها فهو جدول يمكننا من ماذا؟ من تلخيص تغيرات دالة على مجموعة تعريفها. إذن ثم ضع جدول تغيراتها يتكون من خانتين x هنا x ثم جي دو إكس. إكس جي دو إكس هنا أقوم بوضع ماذا؟ مجموعة تعريف الدالة ناقص ما لا نهاية زائد ما لا نهاية لكن الدالة غير معرفة في العدد واحد مستقيمان يعني متوازيان. استنتجنا أو بينا بأن الدالة تناقصية قطعا بهذه الطريقة. تناقصية قطعا الدالة جي فهي تناقصية. بينا أن الدالة جي تناقصية قطعا.
جيد. السؤال الثالث، حدد نقاط تقاطع سي دو جي منحنى الدالة جي مع محوري المعلم. إذن السؤال الثالث، ثالثا تحديد ماذا؟ نقط تحديد نقط تقاطع سي دو جي منحنى الدالة جي مع محوري المعلم. إذن كما تعلمون أن المعلم يحتوي على محورين، المحور الأول محور الأفاصل ومحور الأراتيب. تقاطع منحنى ما مع محور الأفاصل يكفي، رأينا في الدرس أنه نحل معادلة جي دو إكس تساوي صفر. إذن لنحل المعادلة جي دو إكس يساوي صفر، إذن لدينا جي دو إكس يساوي صفر، يعني أن ماذا؟ x على x ناقص 1 يساوي صفر، أي المقام دائما يخالف صفر، أي أن x يساوي صفر، أي أن أفصول، أي أن أفصول نقطة تقاطع منحنى الدالة جي مع محور الأفاصيل أفصولها صفر، وأي نقطة تنتمي إلى محور الأفاصيل فإن أرتوبها أيضا يكون منعدما. ومنه يمكن كتابة أتي الكتابة سي دو جي منحنى الدالة جي تقاطع أو إكس، يعني محور أو إكس أقصد به محور الأفاصيل، هو ماذا؟ هو نقطة أفصولها صفر وأرتبها صفر. ما هي هذه النقطة؟ هو أصل المعلم صفر صفر، أي أن تقاطع منحنى الدالة جي مع محور الأفاصيل هو أصل المعلم. سنهتم الآن بماذا؟ بتحديد تقاطع سي دو جي مع محور الأراتيب. إذن رأينا في الدرس أنه لتحديد تقاطع، رأينا في الدرس أن تقاطع منحنى ما سي دو جي مع محور الأراتيب هو ماذا؟ نقطة أ مثلا صفر صورة صفر، جي لصفر، أي إذن النقطة أ إحداثيتها ماذا؟ صفر، جي لصفر تساوي صفر. ماذا تلاحظون؟ بأن هذه النقطة أيضا إحداثيتها صفر صفر، أي أنها أصل المعلم، يعني يمكن أن أعتبر هذه النقطة أيضا هي أصل المعلم. إذن أو، ومنه بنفس الطريقة وبنفس الترميز سي جي تقاطع أو إيكغيك هو أيضا النقطة أو صفر صفر، أي أن تقاطع منحنى الدالة جي مع محوري المعلم محور الأفاصيل ومحور الأراتيب هو ماذا؟ هو أصل المعلم. الآن السؤال الرابع هو ماذا؟ يتعلق بماذا؟ بإنشاء منحنى الدالة جي. سننشئ منحنى الدالة جي في معلم متعامد ممنظم، لهذا سنقوم بإنشاء معلم متعامد ممنظم او اي جي. سننشئ اولا معلم متعامد ممنظم او اي جي، معلم متعامد او اي جي بهذه الطريقة، فهما مستقيما مدرجا متعامدا. سنقوم باحترام التدريج و بهذه الطريقة، أولا نرسم معلم متعامد ممنظم أو إي جي، أو إي جي هنا 2 3 إلى غير ذلك، ناقص 1 ناقص 2 ناقص 3 هنا ناقص 1 ناقص 2 ناقص 3 ناقص 4 2 3 4. إذن لإنشاء، رأينا في الدرس أنه لإنشاء دالة الهدلول نحتاج إلى ماذا؟ تحديد الخصائص المميزة لهذا الهدلول. رأينا في الدرس بأن الخاصيات المميزة أو التي تحدد الهدلول هو مركز الهدلول،
قلنا بأن مركز الهدول هو النقطة أوميغا. رأينا في الدرس أن إحداثيتها ناقص د على السي أ على السي. في هذه الحالة ناقص د على السي تساوي واحد وأ على السي تساوي واحد، أي أن أوميغا إحداثيتها واحد واحد. ثم رأينا أيضا ماذا؟ أن الهدول له مقاربان، أي أن هذا الهدول مقاربا هما المستقيمان، الأول ذو المعادلة x يساوي ناقص d على c، والثاني المستقيم ذو المعادلة y يساوي a على c، أي أن x يساوي ناقص d على c واحد، لأن قيمة d ناقص واحد وقيمة c واحد، وy يساوي a على c، قيمة a واحد وقيمة c واحد، يعني واحد على واحد تساوي واحد. هذه تسمى بالخصائص المميزة للهدول. إذن سأقوم بإنشاء أولا النقطة التي إحداثياتها هي واحد واحد أوميغا، فهي مركز هذا الهدلول. أنشئ ما يسمى بمقاربين ديال هذا المنحنى الدالة F. أولا X يساوي واحد و Y يساوي واحد. إذن سأقوم بإنشاء مستقيمان يسميان مقاربا المنحنى. أولا مقارب عمودي معادلته X يساوي واحد، يعني المستقيم المار من واحد والموازي لمحور الأفاصيل بهذا الشكل. المستقيم المار من النقطة واحد والموازي لمحور الأفاصيل هو المستقيم، هو المقارب العمودي. نعم. والمقارب الأفقي معادلته Y يساوي واحد والموازي لمحور الأفاصيل. رأينا أيضا في الدرس أن هذين المستقيمان يكونان معلم جديد، وهذا المعلم مركزه أوميغا، بحيث أننا قمنا بتحويل هذا المعلم الأصلي بالإزاحة ذات المتجهة واحد واحد. أيضا يمكن القول هذا، أعيد بأن في الدرس رأينا بأن المنحنى أو المقارب الجديد الذي يتكون من هذين المستقيمين ما هو إلا إزاحة لهذا المنحنى الأصلي بالإزاحة ذات المتجهة واحد واحد، الإزاحة ذات المتجهة واحد واحد. ثم سنستغل جميع المعطيات السابقة، مجموعة تعريف تغيرات وتقاطع المنحنى مع محوري المعلم. رأينا بأن تقاطع منحنى الدالة الجي مع محوري المعلم هو أصل المعلم، هو النقطة O. رأينا في تغيرات الدالة الجي في جدول تغيرات الدالة الجي بأن الدالة الجي تناقصية قطعا على هذا المجال، يعني أن الدالة الجي تناقصية قطعا. إذن يكفي من الآن أن أرسم منحنى الدالة F باستعمال بعض النقط. أيضا يمكن حساب صور بعض الأعداد، صورة ناقص واحد مثلا بالدالة جي، صورة ناقص واحد بالدالة جي، جي لناقص واحد تساوي ناقص واحد على ناقص اثنان تساوي واحد على اثنان. إذا صورة ناقص واحد هي واحد على اثنان، أي أن منحنى الدالة F يمر من هذه النقطة. يمكن أيضا أن أحسب صورة ناقص اثنان إلى غير ذلك، ثم أرسم الدالة منحنى الدالة جي بهذه الطريقة. الدالة يعني مقارب أفقي، والدالة جي تناقصية قطعا، ثم تناقصية وتقترب إلى ما يسمى بالمقارب العمودي. الآن منحنى الدالة جي في المجال ناقص ما لا نهاية واحد. الآن يكفي أن أستنتج منحنى الدالة جي في المجال واحد زائد ما لا نهاية باستعمال التماثل المركزي، لأن أوميغا هو مركز هذا الهدلول. إذن يمكن أن أرسم ماذا؟ مماثلة O بالنسبة لأوميغا. أرسم مماثلة O بالنسبة لأوميغا، هي هذه النقطة. ولا أيضا يمكن أن أرسم مماثلة هذه النقطة بالنسبة للتماثل المركزي، وأستنتج ماذا؟ وأستنتج منحنى الدالة F أو الدالة J عفوا على هذا المجال
مماثل المجال الآخر الذي هو المجال واحد زائد ما لا نهاية. بهذه الطريقة الدالة تناقصية كما تلاحظون، ثم أقترب إلى محورين أو لا. نعم، هذا هو منحنى الدالة جي سي دو جي، منحنى الدالة جي في معلم متعامد ممنظم. جيد، السؤال الخامس، نعتبر الدالة العددية المعرفة بهذا الشكل. إذن خامسا، ألف، لدينا الدالة F معرفة بهذا التعبير، F لX تساوي القيمة المطلقة لX على القيمة المطلقة لX ناقص واحد. السؤال ألف، حدد D دو F أي مجموعة تعريف الدالة F، ثم بين أنها زوجية. إذن ببساطة لدينا D دو F ماذا ستساوي؟ هي مجموعة الأعداد الحقيقية بحيث المقام يجب أيضا أن يكون مخالفا لصفر، أي أن القيمة المطلقة لX ناقص واحد يخالف صفر. إذن يساوي مجموعة الأعداد الحقيقية بحيث ماذا؟ القيمة المطلقة لX تخالف واحد. أيضا يساوي مجموعة الأعداد الحقيقية بحيث ماذا؟ المعادلة التي تحتوي على القيمة المطلقة تم التطرق إليها. إذن القيمة المطلقة لX تخالف واحد، أي أن X يخالف واحد و X يخالف ناقص واحد، أي أن مجموعة تعريف الدالة F هو أغ محرومة من ماذا؟ ناقص واحد و واحد. إذا أردت أن أكتب هذا، هذه المجموعة على شكل اتحاد مجالات، هو المجال ناقص ما لا نهاية ناقص واحد، اتحاد ناقص واحد واحد، اتحاد واحد زائد ما لا نهاية. هذا مجموعة تعريف الدالة F. ثم بين أنها زوجية. لتحقيق أو لا لتحقق من زوجية دالة عددية، أولا يجب أن نتحقق من شرطين أساسيين. الأول هو أن منحنى أو مجموعة تعريف الدالة F متماثل بالنسبة لصفر. لدينا يعني مجموعة تعريف الدالة F فهي متماثل بالنسبة لصفر. إذن لدينا D دو F متماثل، يعني مجموعة تعريف متماثل بالنسبة لصفر، أي أن مجموعة تعريف متماثل. السؤال أو لا الشرط الثاني هو ماذا؟ أن نتحقق من أن F لناقص X لدينا ولدينا F لناقص X تساوي ماذا؟ تساوي القيمة المطلقة لناقص X على القيمة المطلقة لناقص X ناقص واحد. ليس كذلك؟ قمنا بحساب صورة ناقص X. خاصية القيمة المطلقة، القيمة المطلقة لناقص X تساوي القيمة المطلقة لX على القيمة المطلقة لناقص X تساوي القيمة المطلقة لX تساوي ناقص واحد تساوي F لX. ماذا تلاحظون؟ أن F لناقص X تساوي F لX. إذن ماذا سنستنتج؟ بأن الدالة زوجية. لماذا؟ لأن تحقق لدينا الشرطين. الشرط الأول هو أن منحنى أو لا مجموعة تعريف الدالة متماثلة بالنسبة للصفر، والشرط الثاني أن F لناقص X تساوي ماذا؟ تساوي F لX، أي أن الدالة F زوجية، ومنه الدالة F زوجية. سؤال ب، تحقق من أن F دو X تساوي G لX لكل X من R بلس. إذا كان X ينتمي إلى R بلس، ماذا يعني هذا؟ أن أي أن X أكبر من أو يساوي صفر، أي أن X عدد موجب. إذا كان X عدد موجب، فماذا تساوي القيمة المطلقة لX؟ فنعلم أن القيمة المطلقة لX تساوي X أو ناقص X. حسب ماذا؟ حسب إشارة X. وبما أن X موجب، إذن رأينا بأن تساوي X إذا كان X موجب، وتساوي ناقص X إذا كان X سالب. لدينا X موجب، إذا القيمة المطلقة لX ستساوي X، ومنه القيمة المطلقة لX تساوي X، لأن X عدد موجب. وبالتالي سيصبح تعبير الدالة F على الشكل التالي: F دو X تساوي، سنعوض القيمة المطلقة لX بX على X ناقص واحد. وهذا ما هو إلا تعبير الدالة J. إذن نستنتج بأن F دو X تساوي J لX على أي مجال؟ على المجال
صفر زائد ما لا نهاية ومنه f دو x تساوي g دو x على المجال صفر زائد ما لا نهاية أو إذا كان x ينتمي إلى r بلس. الآن والسؤال الأخير هو ماذا يتعلق بماذا إنشاء السؤال الأخير أنشئ منحنى الدالة F في نفس المعلم دون أيضا أكيد دون الحاجة إلى إعادة دراسة الدالة من جديد. ماذا لدينا حسب السؤال ب؟ F لي X تساوي G لي X على مجال الدالة تساوي دالة دالة F تساوي الدالة G على مجال. يعني هندسيا أن منحنى الدالة F ومنحنى الدالة G منطبقين على المجال صفر زائد ما لا نهاية. نقول بأن دالتين متساويتين على مجال هندسيا إذا كان منحناها أو لمنحنيهما منطبقين على هذا المجال. إذن في المجال هنا في هذا المعلم لدي منحنى الدالة G، أريد أن أنشئ منحنى الدالة F. إذن على المجال صفر زائد ما لا نهاية لدي دالتين متساويتين أي أنهما منطبقتين. جيد، يعني X ينتمي إلى المجال صفر بلس لانفيني صفر زائد ما لا نهاية. على هذا المجال لدي F تساوي G أي أنه على هذا المجال منحنى الدالة F ومنحنى الدالة G منطبقين. إذن منحنى الدالة G على المجال صفر زائد ما لا نهاية هو هذا الجزء زائد إضافة إلى هذا الجزء. تلاحظون بأن إذا كان X ينتمي إلى المجال صفر زائد ما لا نهاية فإن منحنى الدالة G هو الجزء الممثل بهذه الطريقة وأيضا هذا الجزء. إذن فأيضا منحنى الدالة F هو نفسه منحنى الدالة G. إذن سأعيد، ممكن يعني هذا هو منحنى الدالة F، أيضا هنا منحنى الدالة F، أي أن منحنى الدالة F ومنحنى الدالة G منطبقين على المجال صفر زائد ما لا نهاية. الآن سأستنتج منحنى الدالة F على المجال ناقص ما لا نهاية صفر محروم أيضا من ناقص واحد باستعمال ماذا؟ باستعمال زوجية الدالة F، لأن الدالة برهنا بأن الدالة F دالة زوجية. نعرف أن الخاصية التي تحققها الدالة الزوجية في التماثل أو هندسيا أي أن منحنى دالة زوجية رأيناه بأنه متماثل بالنسبة لمحور الأراتيم أو إغراغ. رأينا أن منحنى دالة زوجية دائما يكون متماثل بالنسبة لمحور الأراتيب. على المجال صفر زائد ما لا نهاية ماذا قلنا؟ بأن منحنى الدالة G ومنحنى الدالة F منطبقين. دالة F في المجال ناقص ما لا نهاية ناقص واحد اتحاد ناقص واحد صفر. في المجال واحد زائد ما لا نهاية منحنى الدالة F ممثل بهذا الشكل، سأنشئ مماثله في المجال ناقص ما لا نهاية ناقص واحد. إذن لهذا أولا سننشئ مماثل ماذا؟ المستقيم ذو المعادلة X يساوي واحد. إذن هو المماثل هو المستقيم ذو المعادلة X يساوي ناقص واحد. X يساوي ناقص واحد بهذه الطريقة. الآن قمنا برسم مماثل هذا المستقيم ذو المعادلة X يساوي واحد والمستقيم ذو المعادلة X يساوي ناقص واحد. الآن في المجال صفر واحد مماثل هذا المجال هو المجال ناقص واحد صفر. الدالة ممثلة بهذا الشكل وبما أنها زوجية إذن سيكون لدينا التماثل المحوري. إذن مماثل هذا الجزء هو هذا الجزء بهذه الطريقة. الآن أرسم منحنى دالة F. نعم، منحنى الدالة في المجال صفر واحد مماثله في المجال هو المجال ناقص واحد صفر. الآن مماثل لدينا منحنى الدالة F، إذن مماثله بالنسبة محور الأراتيب هو هذا المستوى المنحنى الممثل بهذا الشكل، لأننا سنستعمل التماثل المحوري. مماثل الجزء الممثل في المجال واحد زائد ما لا نهاية هو الجزء الذي سيمثل في المجال، نعم، بهذه الطريقة. والآن نكون قد مثلنا الدالة F
على المجال ناقص ما لا نهاية ناقص واحد هو هذا الجزء هو مماثل هذا الجزء وأيضا مثلنا الدالة في المجال ناقص واحد صفر والدالة التزايدية لأنها زوجية وتعكس الراتبة هو مماثل صفر واحد في المجال صفر واحد نكون قد حصلنا على مماثل أو لا منحنى الدالة F باستعمال أمرين مهمين تساوي الدالتين على مجال واستعملنا أيضا زوجية الدالة وبهذا يكون ممكن أن نستنتج أيضا تغيرات الدالة F الآن على مجموعة تعريفها لدينا الدالة F مادة تزايدية على المجال ناقص ما لا نهاية ناقص واحد تناقصية على المجال أو لا أيضا تزايدية على المجال ناقص واحد صفر تناقصية على المجال صفر واحد وتناقصية قطعا على المجال واحد زائد ما لا نهاية وبهذا يكون قد أنهينا التمرين المتعلق بدراسة دالة الهدلول وأيضا باستعمال دالة واستطعنا أن نمثل منحناها في معلم في نفس المعلم الممثل فيه دالة الدالة الجي وأشكركم على انتباهكم.